هشام منسي لعيب قديم قوي، ابتدى زي كل بتوع الكاراتيه في سن 7 8 سنين، وابتدى مشواره التدريبي قبل ما ينهي مشواره كلاعب، واشتغل في النادي الاهلي كمدرب من سنة 90 تقريبا قبل انا ما اجي. وبعد كده مشوار اللعب ما توافقش مع ظروف النادي، فاضطر يتوقف عن التدريب في النادي لفترة، وبعدين لما اعتزل اتاخد كمدرب منتخب، واستمر فترة طويلة جدا كمدرب منتخب، وعمل انجازات كتيرة جدا في حياته كلاعب وكمدرب، وهو من القليلين او من الجيل القديم اللي لعبوا المسابقتين كتاكوميتيه. حقق نتائج كتيرة كلاعب وحقق نتائج كتيرة كمدرب، وهو رجع تاني انضم للنادي من حوالي 4 سنين كمدرب بعد ما ترك المنتخب، واشتغل معانا في مراحل سنية متعددة، وكنا بنوكله دائما مسابقات الجماعي بنين وبنات شباب وناشئين، لان هو كان متميز جدا، مخلص، بيدي وقت اكتر حتى من المطلوب منه، بغض النظر عن ان المنظومه الرياضيه النهارده
اصبحت منظومه ماليه وفيها برايفت وفيها، هو ما كانش بيفكر كده خالص، بيضحي باي حاجه في سبيل انه يحقق النتيجه. نموذج للرياضي المخلص المتفاني، مطيع بيسمع الكلام بالرغم من انه من الناس الكبار القدام، الا انه لا يمكن يعارض، كان نموذج يحتذى الله يرحمه. كان نامز الخلق، دائم الابتسام حتى في مواقف الملاعب والتحكيم، وحتى لو ابدا رايه يبتدي بابتسامه ويروح للولاد ويجي في المواعيد اللي هم عايزينهم ويغير لهم مواعيده ويعمل جدوله بالرغم من ظروفه واولاده وبيته، الا انه كان نموذج انا احب الناس تبقى زيه، اتمنى اشوف الناس زيه. بناء عليه اكيد اتعمل النهارده بطوله الوفاء، طبعا بعد الكلام الرائع اللي انت قلته طبعا على المرحوم. النهارده بطوله الوفاء دي اتعملت ليه وحطينا في اجواء البطوله وشايفين مشاركات كبيره جدا النهارده يا كابتن؟ المشاركات من جميع انحاء الجمهوريه، مفيش حد في مصر ما مرش على هشام كمتدرب او كدوره مدربين. الراجل كان لا يبخل بجهد او بمعلومه، هو محبوب فعلا، الناس بتحبه. احنا لما بعد الوفاه قلنا احنا عايزين نكرمه نعمل ايه، الاقتراح ما جاش مني، الاقتراح جه من الجهاز، قالوا احنا عايزين نكرمه بصوره تليق بحجم انجازاته، نعمل بطوله باسمه. لقيت الفكره جميله، عرضناها على مجلس اداره النادي الاهلي، عرضناها على الاتحاد، وهم مشكورين وافقوا على اقامتها على ملعب النادي الاهلي، وفتحنا باب التسجيل. وما كناش نتصور ابدا انها يشترك معايا 50 نادي من جميع انحاء الجمهوريه، من الصعيد ومن بحري ومن اسكندريه ومن الدهليه ومن الشرقيه. الحقيقه مشاركات دي مظاهره حب، انا شايف ان هي دي الرياضه اللي بتادي لان علاقاتنا ببعض حتى لا تنتهي بالوفاء. النهارده يوم بالنسبه لي جميل جدا، احتفال اخلاقي راقي جدا. احنا داعيين رموز الكاراتيه في مصر، وداعيين مجلس اداره النادي الاهلي، في اعتقد في 2 من اعضاء مجلس اداره جايين. رموز الكاراتيه في الاهلي دول الجيل الاول جيلنا، هيحضر النهارده مستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، هيحضر الدكتور ايمن عبد الحميد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، هيحضر اللواء علي شوقي رئيس منطقه القاهره، هيحضر الجبهه المضاده المعارضه لمجلس الاداره الحالي جايين هنا. دي مناسبه تربويه فيها الرأي والرأي المخالف، الاثنين جايين يكرموا شخص واحد. أنا شايف إن إذا كنا عايزين نضرب مثل في السلوك الرياضي فيبقى الحدث بتاع النهارده هذا هو المثل اللي يضرب. لاعبين من كل الأنواع، حكام من كل الدرجات، حاجة الحقيقة يعني أنا شايف ده حدث، أنا بتشرف إنه بيقام على أرض النادي الأهلي، بتشرف إن أنا فرد. عايز أشكر جهاز الكاراتيه في النادي الأهلي، مش أنا بقى، عايز أشكرهم حجم الجهد المبذول. الناس دي ما نامتش بقالها 3 أيام عشان تطلع الإنجاز بهذا النظام وبهذه الدقة وببولات، ما فيش واحد اتحرك من بلده قبل ما يستلم القرعة اللي هو هيلعبها. دي حاجة الحقيقة نموذج هايل جدا، ولا أملك غير أني أشكر الناس دي لأنها متطوعة، مش طالبين حاجة، بيسهروا للساعة 2 و3 الصبح يشتغلوا شغل عارفين أنهم مش هيتكافئوا عليه. ده الإخلاص الحقيقي، دي الروح الرياضية، دي روح النادي الأهلي اللي احنا عايزينها تدوم. كابتن هشام منسي الله يرحمه، يعني حاجة عظيمة جدا كل اللي انت شايفه اللي بيحصل ده، ما يجيش حاجة وسط كل الخير اللي هو كان بيعمله في مسيرته معانا، مسيرته طبعا الطلاب كلها بالخير من ايام ما كان لاعب. طبعا انا عاصرته وهو مدرب لان انا كنت لاعب،
كان مدرب عندنا هنا في النادي ومدرب في المنتخب. صحيح هو كان بيلعب او مدرب للكاتا وانا كنت في فريق كوميتي، ولكن هو كان بطل كاتا وبطل كوميتي، ودي كانت من الحاجات القليله جدا انك تلاقي حد بطل في الكاتا والكوميتي وهم مختلفين جدا عن بعض. خبرته في الكوميتي فادتني برغم ان هو مدرب في الكاتا في المنتخب، فادتني كتير. واحنا بنسافر مع بعض لنا ذكريات الحمد لله طيبه جدا بالخير، وزي ما انت شايف المدربين اللي واقفين ورا اللعيبه دي. انا في وقت من الاوقات كابتن هشام منسي كان ليه دور في انه كان واقف معايا ورايا في وقت كنت محتاج حد يقف معايا في الملعب بره مصر، وهو ما كانش مسؤول عني، يعني هو كان مدرب للفريق الكاتا، لكن لما حس ان انا محتاجه، ودي حاجه انا عمري ما انساها له. عشان كده بقول لك يعني دي حكايه من حكايات الف حكايه للناس كلها. فاللي بيحصل ده وتواجد الناس دي كلها اللي بيشارك بمجهوده واللي بيشارك بعرقه كلعيبه واللي بيشارك بفلوسه كاشتراكات، والنادي الاهلي اللي بيشارك بانه يسوق لحاجه زي كده او يروج او يعرف الناس عن حد زي هشام منسي، دي حاجه قليله جدا على كابتن هشام وعلى اللي عمله مع ناس كتير. الحمد لله عمرنا ما سمعنا عنه حاجه، وسيرته على طول بالخير مع الناس كلها. سيرته هو لاعب ومدرب وهو في منتخب وهو في النادي حاجه رائعه، الواحد يتمنى ان هو يكون نصه. ونتمنى ان اللعيبه دي كلها اللي جت شاركت البطوله على اسمه تعرف كويس قوي مين هو كابتن هشام منسي عشان تتعلم منه وتبقى يبقوا ابطال زيه ان شاء الله باذن الله. نتكلم على البطوله يمكن لما من جميع انحاء الجمهوريه، كمان في حضور مميز بعض الشخصيات كمان المتواجده، عايزين برضه حضرتك تفهمنا الموضوع. والله احنا كنا بنعمل البطوله على شرف المرحوم هشام منسي، وكنا عايزين نعمل بطوله تنشيطيه يشارك فيها 800 او 900 لاعب، حاجه تليق باسم كابتن هشام. النهارده الحمد لله اكثر من 2000 لعيب مشارك في البطوله، فده يعني يدل على الروح الطيبه لكابتن هشام منسي والروح الطيبه لقطاع الكاراتيه عموما في مصر، ان احنا قد ايه متكاتفين مع بعض. والدور طبعا اللي بيلعبه النادي الاهلي دي ما ينفعش نغفله، دور الرياده الحمد لله في كل حاجه. مجلس الاداره ما تاخرش تماما على ان هو ياخد قرار في بطوله زي دي، ودي حاجه تحسب للمجلس الحمد لله. النهارده طبعا بيشرفنا معالي المستشار مساعد وزير العدل المستشار زكريا عبد العزيز، وهو كمساعد النائب العام يعني من اكبر رموز اللعبه ومن اكبر الناس اللي تقلدت مناصب في الدوله الحمد لله. هو حاليا مساعد وزير العدل لمكافحه الفساد، حاجه عظيمه جدا تشريفه لينا، وانا سعدت جدا بلقائه. وعندنا رموز كبيره جدا زي الكابتن محمد ضهراوي، كان ده كان نائب رئيس الاتحاد سابقا ونائب رئيس الاتحاد العربي، فالحمد لله يعني وجود الناس دي بيدي قيمه كبيره للبطوله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون ادينا رساله هتعيش سنين ان شاء الله. النهارده بقدم كل الشكر والامتنان للنادي الاهلي، وده مش غريب على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيورد ابطال مصر وابطال العالم للاتحاد المصري للكاراتيه، ولكنه ايضا بيساهم بشكل فعال في كل الاحداث اللي بيمر بيها الكاراتيه المصري. النهارده احنا في تأبين وتكريم مثوى واحد من اعظم المدربين اللي مروا بمصر كابتن هشام منسي. الحقيقه انا يعني واضح قوي ان الاستعدادات نتج عنها ان انا شايف تجمع تقريبا كل المهتمين بالكاراتيه موجودين النهارده. بشكر النادي الاهلي، بشكر كل الاخوه اللي جم وشاركوا في هذا المهرجان. بنقول الله يرحمه كابتن هشام منسي، ان دل على شيء بيدل على ان الذكرى الطيبه والعمل الصالح والعلاقات الطيبه والسيره الحسنه هي اللي هتستمر، وده بيقوله مجتمع الكاراتيه لكل المجتمع الرياضي. فأنا بكرر شكري للنادي الأهلي ولكل إخواتي من حكام ومدربين ولاعبين، وشايف كوكبة كمان معانا رؤساء اتحادات سابقين زي المستشار زكريا، الإخوة أعضاء مجالس إدارة قبل كده. الحقيقة أنا مبسوط جدا بهذا التجمع، وبشكر القائمين في النادي الأهلي على هذا المجهود.
هذا المهرجان اللي هو حقيقة تكريم للمرحوم هشام منسي اللي هو يستحق كل تقدير من كل القائمين على الكاراتيه. هو مهرجان جميل ويكفي ان كل الناس مشاركة تطوعية، يعني حكام مدربين كله تحمل مشقة المجي للنادي الاهلي، النادي الاهلي تحمل كل المسائل، الاتحاد مساهم، يعني مهرجان يليق بان احنا نحتفي باحد ابنائنا المخلصين الله يرحمه المرحوم هشام منسي. وانا عرفته لاعب من تلامذتنا، لاعب ثم مدرب ثم بطل ثم عد ابطال ثم مدرب للمنتخب، حقيقي يعني كان مثال يحتذى به هشام منسي. واحنا يعني مبسوط ان كل الناس مش تقابين، لا ده تكريم لهشام منسي ولاسرته والله يرحمه. اخيرا لو بكلمك على الحضور والعدد ده يدل على ايه يا معلم مستشفى؟ انا مش بقالي فتره بعيد شويه عن الكاراتيه، لكن هذا المهرجان لم اشاهده منذ عده سنوات، يعني انا ما بحضرش كتير، لكن مهرجان بهذا الحجم وهذا الكم وهذا القمم اللي حاضره عشان تكرم هشام منسي دي حاجه جميله جدا، وانا شخصيا بعتز بيها. يعني انا احب اشكر مجلس اداره نادي الاهلي على راسهم المهندس طاهر وكابتن مهند ودكتور مراد عاصم، الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي بالكامل بشكرهم شكر كبير جدا ان انا متربي معاهم من زمان. اما بالنسبه للسيره الذاتيه بتاعت هشام، الحمد لله يعني الله يرحمه هو علم ناس كتير جدا، والجمهور اللي انت شايفه ده كله باللعيبه حكام بالاداريين على مستوى جميع مصر كله جه شارك في تأبين كابتن هشام. ايضا بضيف كمان حاجه ان في ناس جايه من الخارج، منتخب جوهانسبرج جه لهشام كان بيتولى تدريبهم فتره معينه، جيهم بيدوا الولاء لهشام، بيعرف للعالم كله او الناس الترابط ازاي الاسري اللي موجود بالنسبه لرياضه الكاراتيه. اضيف حاجه تانية، يعني هشام الله يرحمه عمل انجاز لم يسبق له لاي حد في مصر عمله، من اول كلاعب على يد دكتور مراد عاصم على يد كابتن قيس الله يرحمه فقط لا غير. النتائج هو اللي كان بيعملها من زمان مجهود شخصي، وصل للعالميه بمجهوده الشخصي، مدرب منتخب مصر من 2001 حتى رحيله. في الاخر اسند ليه طبعا الاتحاد الاسناد بتاعه، فرق اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه كهامش لهشام. هشام في الحادي عمل تحدي شخصي بينه وبين نفسه بتوجيهات من دكتور مراد برضك، عمل مراكز اول عالم وتم تكريمه من الجهات العليا. يعني مش قادر اقول يعني اخ، انا فقدت اخ بمعنى الاخ، ومش عايز يعني هي فعلا الدمعه تنزل عليا ان انا كنت اتمنى يكون هو موجود في المكان ده.